الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليموا تنبيت محمد صلى الله عليه وسلم لو تتصوم مسألة يكم نبيلي أمبايون مسألة قبل مسألة يمشو وذي كتابه هكي بعد مسألة هاي تقول فواتا ليو مسألة يمشو قد كهيكي كتابه تحكام الجنائز تقول فواتا وكم بليني ملحق يهيكي كتابه لكن كتاب شنيرة أحكام الجنائز تمماليزة تمباكيشة مسألة يمشو بعد مسألة هاي وتقوى يصومة إن شاء الله تعالى هوين تكماليزة أو تكباكيشة. أنا سمى رحمه الله تعالى مسألة كمينتات كثر عظامها كتكيالي أنبايني حرام كفنيك مكبريني كثر عظامها نكبنجا مفوفاياكي mifupa ya wafu ya watu wa makaburi. Haramu kuvunja mfupa wa Muislamu. Wadalilu alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallama, na dalili juu ya hili kwamba ni haramu kuvunja mfupa wa mayit, qawluhu sallallahu alayhi wa sallama, ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam اليبوسيما ان كسر عظم المؤمن ميتا، ان كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. حقيقه كفنجا مفوفا ومؤمن ميتا اليمفو مثل كسره حيا نساوى كفنجا كواكي مفوفا هو اليبوكو حي kama ambavyo alipokuwa hai haifai kuvunja mfupa wake. Naam, kadhalika alipokuwa mfu haifai kuvunja mfupa wa mayit wa Kiislamu. Akhrajahu al-Bukhari fi at-Tarikh wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa at-Tahawi fi al-Mushkil wa Ibn Hibban wa Ibn al-Jarud wa Ibn Sa'd wa Tammam fi al-Fawaid wa Hannad fi az-Zuhdi والدار قطني في سننه والبيهقي في سننه وأحمد في مسنده واللفظ لا وأبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي الشافعي في تاريخ بغداد من طرق عن عمره عنها كتقف عمره عنها كتقفاك عائشة رضي الله تعالى عنها يبقوا ونسمع هي حديث حكم تاج عائشة كما والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة فقوه عنها إلي إيساوى بس إلي كوى أمتج عائشة وكجوه حكم تاجع قل عن عمرة عنها كتكف عمرة كتكفاك كتكيك وما وفهام واتو وما عمرة هفكي كتكف عائشة رضي الله تعالى عنها قلت نمسيمة لم سماجنا العلامة الألباني رحمه الله وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم نباديا جيزاك نفهيه هي حديث على شرط مسلم لم يكوجا قد كشرط إمام مسلم وقواه النووي نعم يتلينقوب الإمام النووي كما إسناده قوي في المجموع كتك مجموع شرح المهذب وقال ابن القطان نعم سيما ابن القطان الله أعلم هو أن يحيى بن سعيد القطان سنده حسن كما في المرقات كما يلبكوجك كالمرقات مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح وله طريقان آخران عن عائشة رضي الله عنها نأنايه حديث جي نجين كتككم مع عائشة الأول طريق يفانزا عند أحمد أميتاج الإمام أحمد والآخر من ينجين عند الدار قطني أمثال الإمام الدار قطني وله شاهد من حديث أم سلمة
nayo pia ina shahid kutoka katika hadithi ya Umm Salama radhiyallahu anha. Anasema wal akhar, na nyingine, inda Dharqutni walahu shahid min hadithi Umm Salama, na inayo hi hadithi shahid katika hadithi ya Umm Salama, uitolea ushuhuda. أخرجه ابن ماجة أميتاج الإمام أبو عبد الله ابن ماجة أنا سيمكن حاشية وعزاه في الإمام لمسلم كتاب الإمام أميجميز صاحب الكتاب هي حديث ومسلم ورد عليه ناك رديوة ناك جبيوة كما يرفقك كتفيض القدير. والإمام كتاب عظيم جدا كتابه هيك كنا شايفه الإمام كتاب عظيم كتابه كبوة في الأحكام كنا هوس مسائل أحكام كتابه هيك شا ابن دقيق العيد. قال الذهبي على سما الإمام الذهبي ولو كمل تصنيفه وتمييزه لجاء في 15 مجلدا لو كنجلكوا كمكمليك هيك كتاب وتنزواكنا تبييض تتوانى معنى تبييض نين مش نكشين من كتاب لو كما لا تصنيف ياكنا تبييض وتنزواكنا تبييض يعني كحكيكي وحكيكي وحكيكي نوف وسلياج وكوانغاليا اليوم وكتشنغا كوانلوا مذيف وكوانلوا مكوسا تبييض لا جاء في 15 مجلدا بس كنجل كوجة هيك كتاب كتكن جلد كمنا تام شاء الإمام ابن دقيق العيد وين هكيكوا كنك ملكا. وعزاه في الإمام لمسلم ورد عليه كما في فيض القدير. والإمام كتاب عظيم جدا في الأحكام لابن دقيق العيد. قال الذهبي ولو كمل تصنيفه وتبييضه لجاء في 15 مجلدا كلام قصية كي يجنيزه حديث كي إمام مسلم. أخرجه ابن ماجه وزاد في آخره ناكذلشا مشوني مهي حديث وما إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا أتنجز في الإثم كوفونجا مفوفا ومؤمن أليكوا مفو نساونا كوفونجا مفوفا وكالفكوا حي في الإثم كتكما دامبي أتنجز ابن ماجه هي زيادة كتكما فتزياك. لكن إسناده ضعيف وهي عند الدارقطني في الحديث الأول نروي هي إفق الإمام الدارقطني أو زيادة هي إفق الإمام الدارقطني في الحديث الأول كتك حديث يفانز في بعض طرقه من الوجه الأول كتباجي أنجيزاك كتك وجه وفانز لكن الظاهرة أنها مدرجة في الحديث. لكن أمالو لنذهيري وما هي زيادة في الإثم مدرجة في الحديث في زيادة مدرجة فتشيكوا سكت كما نينو يمتومي صلى الله عليه وسلم بل لما نينو أنا يتاجى مفكيز سكت وفكيز وحديث كما ذلك تفسيري معنى ليو معنى ما نينو مدرج حديث مدرج كفاند كما نينو كفسيري مرادي كالحديث أو هو كوازي جامبو yule anayopokea kutoka kwa wale waliopokea hudhani kwamba ni maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم lakini hakika wa mambo aliyazungumza mpokezi wa hadithi na hupatikana idraj mwanzoni mwa hadithi kukawa kuna idraj na hupatikana idraj katikati ya hadithi na hupatikana idraj mwishoni mwa hadithi na idraj zinazopatikana mwishoni mwa hadithi ni nyingi kuliko idraj zinazokuja mwanzoni mwa hadithi أو كتكت في حديث فأنا كتك إدراج ما شهور لما نينو يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل حديث ينيمها الصع ومن تنى صلى الله عليه وسلم أنا سيما حكيك يا أم وانغو وتأيت وصفية قيامة يدعون وتأيت وصفية قيامة غرة محجلين وكيوة ونمناو ننور نمتوميتو كا
katika nyuso zao, ghurra, muhajjalin, wakiwa wana nuru katika mikono yao na miguu yao, kwa kuwa ghurra ni mng'ao wa farasi juu ya paji lake la uso. Tahajil ni mng'ao wa farasi katika mikono yake na miguu yake. Yani kama ana rangi fulani nyeusi mathalan, rangi nyeupe ambayo iko hapa, rangi nyeupe kwenye mikono yake na miguu yake, hii ni tahajil. Iliyopo kwenye uso wake ghurra, ghurra. Nimekuja kwa hadith, ja'akum Abu Talha wa ghurratul Islam fi yadihi fi wajhihi. Anakujieni Abu Talha kabla ya kuslim. Abu Talha yule anakuja, ghurratul Islam, mng'ao na nuru ya Uislamu yaonekana katika uso wake. Yule anakuja kuslim, kufika kwa ile anakuja kuslim kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ghurra katika mnyama faras ni rangi ambayo iko juu ya paji lake la uso, kinyume na rangi yake nyingine, ghurra. Kwa hiyo anaposema mtume sallallahu alaihi wasallam, umma wangu utaitwa siku ya kiyama ghurra, wanang'aa nyuso zao, muhajjalin, wanang'aa mikono yao na miguu yao, min athari alwudu, kutokamana na athari zao za kuchukua udhu, maji ya udhu, wanatawadha, wanaosha nyuso, wanaosha nyuso, wanaosha mikono. Hadithi ni shahabu. Ilipoongezea mbele, faman arada minkum au faman istafaa minkum an yutila ghurrata, atakayeweza miongoni mwenu kuurefusha mng'ao wake wa uso na mng'ao wake wa mina miguu, anayetaka kuurefusha mng'ao wake siku ya kiyama, basi na afanye hivyo leo duniani katika kuchukua udhu. Kwa maana badala ya kuishia hapa katika mikono, wewe oshe mikono yako mpaka mabegani, nuru yako itakuwa ndefu mpaka hapa. Badala ya kuishia kwa kauso utakaa mpaka chini ya shingo kadha, tahajili iwe nini, ghurra iwe imekithiri. Haya maneno ya mwisho ni ya Abu Huraira, sio maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na ile ni ijtihad ya Abu Huraira, hakuwa amepatia radhiallahu ta'ala anhu. Tunazungumzia hapa idraj, kwamba kuna maneno hapa ni mudraj ambayo si ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno ya sahaba. Lakini baadhi ya watu wanaposoma hadithi hawapambaukiwi kwamba haya yote ni ya Abu Huraira au haya yote ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au kuna ya sahaba hapa ameingia ndani yake. Kwa hiyo hili neno fil ismi, Sheikh anasema rahimahullah, lakini dhahira annaha mudraja fil hadith, limechopok limepachikwa katika hadith, si katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam dhahir. Na kadhalika Abu Huraira aliona watu wanachukua udhu kimakosa makosa, akamwambia ahsinu alwudu'a wailul lil'aqab minan nar. Waweza kuona kwamba yote ni hadithi moja, lakini ahsinu alwudu'a ni maneno ya Abu Huraira, wailul lil'aqab minan nar maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hii ni idraj mwanzoni mwa hadithi, fahir naziko katikati ya hadithi, naziko mwishoni mwa hadithi, na zilizokuja mwishoni mwa hadithi nyingi kuliko zilizokuja mwanzoni au katikati yake. أنسمى لكن الظاهر أنها مدرجة في الحديث، فإن في رواية أخرى له بلفظ، ولكتك من يرواية ذاك إن كجه حديث بلفظ يعني في الإثم، نهيك سما يعني هو اسم تومي صلى الله عليه وسلم هو نمكز وحديث وما ألفو يسوم هي حديث وما تومي صلى الله عليه وسلم أن فهمه إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. أقسم يعني kwenye jumla tafsiria hiyo, fil ismi, katika madhambi, imekuja katika baadhi ya njia zake. Kwamba mpokezi wa hadithi akasema yaani, na neno hili likafilisha wazi kabisa kwamba fil ismi si hadithi bali ni maneno kutoka kwa mpokezi wa hadithi. Kweli mudraja, umeelewa? Naam. Na idraj maana yake an yadhkura sahabi au man ba'dahu عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه. إدراج مناك لكتاج صحابة أو أن يكون بعد صحابة كتك يليان يبكي كتك حديثي أكتج منينو منينو هايو إما ينتوك قوك منيوه أو أم يتكوه كتوك قوانيه يوياك أليك يتاج لمنينو أكا يونغانيشن حديثي kwa akadhani aliyepokea baada yake kwamba yote haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio idraj. Anasema rahimahullah,
فهذا ظاهر في أن هذه الزيادة ليست من الحديث جملة، هي ظاهر من نهاية قواس كبسة في أن هذه الزيادة وما زيادة هي ليست من الحديث، حيث قد الحديث بل هي من تفسير بعض الرواة، بل هي زيادة لكسر تفسير يبادي وفكوزي سمن ويمتون صلى الله عليه وسلم. ويؤيده رواية لأحمد نهتلي ونقوبه لي na riwaya iliyokuja kwa Imam Ahmad bilafzi, iliyokuja kwa lafzi isemayo qala, amesema yarauna, wanaonelea yani wapokezi wa hadithi, annahu fil ithmi, wanaonelea nini? Kwamba kuvunja mfupa wa maiti wa Kiislam ni sawa na kuvunja mfupa wake akiwa hai. Yarauna, wanaonelea walioipokea hii hadithi, annahu fil ithmi, kwamba madhambi ya kulifanya hilo, kwamba kuvunja mfupa wa mu'min aliyekuwa hai ni sawa na kuvunja mfupa wake, kuvunja mfupa wa mu'min aliyekuwa mfu ni sawa na kuvunja mfupa wake alipokuwa hai. Wanaonelea kwamba hilo sio katika mambo mengine. Mfano mambo gani yanaweza kaja hapa? Wanasema mfano wa al-qisas, qisas as-sinna bisini, jino kwa jino, umevunja jino la watu, avunja jino lake. Yarauna annahu fil ismi, wanaonelea kwamba hilo ni katika madhambi, sio katika kitasi. Wewe umevunja mfupa wa maiti, njo mfupa gani uliovunja? Wa mguu, wa mkono? Ilikuwa ni fuvu, lile fuvu akaa hapa, piga piga panga. Sio kwenye kisasi. Kwa kwenye kisasi Allah asema wakatabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, tumewandikia sisi kwamba nafsi kwa nafsi, aliyeua auawe, anna nafsa bin nafsi, wala aina bila aini, jicho kwa jicho, umelifokoa na umelitoboa jicho la watu na lako litobolewe, wala aina bila aini, wal anfa bil anf, pua kwa pua, wal udhuna bil udhun, sikio kwa sikio, wasinna bisin, jino kwa jino, waljuruha qisas, na kwenye majeraha nako pia kuna kisas. Kwa hiyo yarauna annahu fil ithm, wanaonelea kwamba hilo ni katika madhambi, sio katika kisasi. Kwa hiyo pia maneno haya yanaashiria wazi kabisa kwamba hili neno fil ithm ni mudraja. Qala Abdul Razzaq, anasema al-Imam Abdul Razzaq As-Sana'ani, adhunnuhu qawla Daud, nadhani kwamba haya maneno yametoka kwa Daud. قلت لمسيما سماجنا العلامة الألباني يعني داود ابن قيس، أنا مقصدي داود ابن قيس وهو شيخ عبد الرزاق، ما هو من شيخ والإمام عبد الرزاق فيه كالصحيح حديث كمان عبد الرزاق أنا فكيه كتوك فداود. ومن الظاهر أن هذا التفسير هو المراد من الحديث، لكن تظهيري كناس ذهيري أن هذا التفسير هو المراد من الحديث وما تفسيره ليه مراد وهي حديث سيه مراد من جنة. وبه جزم الإمام الطحاوي نقو تفسيره أمكس قولي الإمام الطحاوي وعقد له بابا خاصا نا قوله أميوك أملانغو أو حديثه أميوك أملانغو معلوم في مشكله katika kitabu chake mushkil fi mushkilihi yani mushkilu al-athar katika mushkil wake ina la kitab falyuraji'uhu man shaa akirejee hicho kitabu au huo mlango atakaye. Walhadithu dalilun ala taharimi kasri 'azmi al-mayyit walhadithu dalilun nahi hadithi ni dalili ya wazi na ni ushahidi hadithi hii ni ushahidi ala taharimi kasri 'azmi al-mayyit al-mu'min juu ya uharamu wa kuvunja mfupa wa maiti wa Kiislamu. Walihadha jaa fi kutubil hanabila, na kwa ajili ya hili imekuja katika vitabu vya Hanabila kauli inayosema wayahrumu qat'u shay'in min atrafil maiti, na ni haramu kukata kiungo chochote miongoni mwa viungo vya maiti. Wa itlafu dhatihi, na kuistambaratisha dhati yake. Wa ihraquhu, na kuichoma.
kwa mchoma moto kama wanavyochomana mabaniani na watu wengine wa China huko na mabudha na watu wengine wanachomana baada ya nchi hawaruhusu masuala ya kuzika zika ardhini kwa urahisi hata wasio kwa mabaniani nikawa kuzika maiti wako kuna gharama unazitoa serikalini za ardhi siza kadha kuna kodi ya kadha mambo ya kadha mpaka ukamzike maiti wako katika baadhi ya nchi gharama kubwa zimekutoka kwa wale wasiotaka gharama wanakuuliza wanaulizwa mtalipia rusum za serikali au ichukuliwe maiti yenu na manispaa ikachomwe ikachomwe zo tuna mambo mengi ya kufanya toto atakwenda shule kuna ada za nini achomwe baadhi ya nchi ziko hivi kwa nyinyi katika nchi yenu hii kupata ardhi ardhi kubwa hakuna rusumu hakuna kadha neema min Allah neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa kumchoma maiti wanasema mahanabila hilo jambo ni haramu na anapata dhambi anayefanya hilo walau ausabi hata kama asausia marehemu yani wasia huu wa marehemu haufanyi kazi si kila wasia unayotoka kwa marehemu wafanyiwa kazi la wasia ukiwa ni jaira tunaona mazuri wa kitabu alwasiyatu aljaira wasia unaopingana na sharia au unapingana na kitabu unapingana na sunna basila haufanyiwi kazi kwa ikiwa marehemu baba ameandika wasia au ameacha wasia akawaita watoto wake mwite fulani mwiteni kaka yenu mkubwa iko mahututi mwiteni kaka yenu mkubwa mwiteni dada yenu mkubwa wanangu mimi ndo kama mnavyoniona hali yangu ikitokea Allah akaichukua roho yangu basi chonde chonde msinizike hapa kanizikeni kule alipozikwa marehemu baba jirani na kaburi la marehemu babu kanizikeni kule kwa gharama yoyote ikibidi mkose mirathi na mkose mirathi lakini munipeleke nikazikwe kwetu wasia huu hautekelezwi wanangu njoni yule Musa yule mwanangu yule wa pili amani Khalid baba yenu mimi ni mtu wa tariqa yeye ameingia kwenye uwahadi asirisi mali zangu nikifa asirisi mali zangu wasia huu hautekelezwi bahir kwa ikitokea maiti anahusia kwamba akifa achomwe wasia huu hautekelezwi tunamwambia fanya istighfar fanya istighfar mzee maneno gani unayosema haya fanya istighfar upata dhambi akiendelea kwamba amelishika jambo lake kwamba atutekeleze huo wasia kama alivyofanya yule mmoja katika watu wa nyuma ambaye alikuwa na kazi mbaya kazi zake alikuwa ni nabash kana nabasha lilqub anasubiri watu wamekwenda kuzika anakwenda usiku anafukua anatoa sanda anakwenda kuuza na bash kwa hiyo alipokaribia kufa akawaita watoto wake wanangu mimi nilikuwa baba gani kwenu wakamwambia ulikuwa ni baba yetu mzuri akamwambia kama ni hivyo basi nikifa nichomeni moto alafu majivu yangu myahifadhi sehemu nzuri mpaka kipindi cha upepo mkali na wa kimbunga rusheni majivu yangu kwenye upepo upepo utawanye majivu yangu yaani majivu yaende huku mengine yaende huku mengine sambaratiki kwani Allah tabaraka wa taala akinikamata atakuja kuniadhibu adhabu ambayo hajawahi kumwadhibu yeyote katika walimwengu hakuambia alikuwa na kazi gani watoto wakatekeleza wasia wa marehemu baba yao Allah tabaraka wa taala baada ya kufanyika lile akamwambia kuwa mtu kamili akawa mtu kamili mbele ya mola wake ya abdi ma hamalaka ila ma faalt
ewe mja wangu, kipi kimekupelekea ukayafanya uliyoyafanya, ukausia ule wasia uliyoutoa? Akasema khashyatuka, ni kule kukuogopa kwako tu ewe Mola wangu, sina jingine na kuogopa. Akamwambia kwa kuwa umeyafanya haya kwa kunihofu, basi kwa rahma zangu ingia peponi. Zahir ha? Hadithu sahih, si soma khurafi wa hadithu mbovu tunazungumza hapa, hadithu sahih la shaka fi, inshallah utapata kitaka marejeo, utatoa pesa. Haikupatikana kirahisi rahisi, watu wamesoma, wamefungua vitabu, wamekesha wakipata hii hadithi. Zahir tayyib. أنسمع ويحرم قطع شيء من أطراف الميت لن حرام قطع تشوته قطع بلي بنظمه سميت قطع شزاك أطراف في دولة بالكو في دولة بالكونو كو وسكيو أطراف وإتلاف ذاته نخوي ثمرتش ذاتياته إذا كم وقيا ما كمي فغاني فلاني كم تلكيا كهاربيكا وكافا أو أشخفا أكهاربيكا ك akayayuka wa ihraquhu na kumchoma walau auswabih hata kama tausia jambo hilo kadha fi kashafil qina, hivi ndivyo ilivyokuja katika kashaful qina. Kashaful qina ni katika vitabu vya al-Hanabila. Wa nahu dhalika fi sa'ir al-madahib, na jambo liko kama hivyo katika madhehebu yote yaliyobakia, wameungana sawa na mahanabila katika kauli hii. Bal jazama ibn Hajar, bali amekata kauli jazama, amekata kauli jazman Ibn Hajar al-Faqihu al-Haythami fi zawajir, amekata kauli Ibn Hajar al-Faqihi katika az-zawajir, biannahu min al-kabairi, kwamba jambo hilo ni katika madhambi makubwa, la kumchoma maiti au la kumkata viungo vyake na mfano wa hayo. Qala, akasema Ibn Hajar, لما علمت من الحديث ويالو لي ويفهم كسه الحديث انه فما جمو هيلو لكم قاس ميت كيونغو كسه جونغو yake تكسر عظم الحي لتاوى نكوبونجا مفوبا واليكو حي. وبالغت الحنابلة في ذلك نوكفك مفاق ما حنابلة وكزيد ما حنابلة كسهيلو حتى قالوا مفاق وكفيما كما في الكشاف, kama ilikokuja katika kashaf. Wamesemaje al-Hanabila? Anasema wa imma tahamilun biman yurja hayatuh, kama atakufa mwanamke mjamzito. Wa imma tahamilun, na kama ikatokea amefariki mjamzito. Biman yurja hayatuh, akafa pamoja na yule ambaye anatarajiwa kwamba yuko hai. Amekufa na ujauzito, ndani ya tumbo lake kuna janini, kuna kitoto kiko hai. Wakasema Hanabila, ikitokea mazingira haya mwanamke amekufa na hali hii, haruma shaku batniha, ni haramu kupasua tumbo lake mwanamke huyo, muda wa kuwa ndani yake kuna tiflun marjuun hayato, kuna mtoto ambaye hutarajiwa uhai wake. Haramu kwao Hanabila kupasua tumbo la mwanamama huyo, min ajili alhamli, eti kwa ajili ya kwa ajili ya ujauzito huo, ili tumtoe yule mtoto, haramu kwa wao. Yani kama vipi afe tu huyo mtoto pamoja na mama yake, ndio maana yake. Ndio maana shekhe akasema wabalaghat alhanabila, wakachupa mipaka, wakazidi mahanabila mpaka wakasema haya, wa imma tatamilun biman yurja hayatuhu haruma shaku batniha, ni haramu kupasua tumbo lake mwanamke huyo mayit, min ajili alhamli, eti kwa ajili ya kilichomo ndani, muslimatan kanat au dhimmiyatan, awe mwanamke huyo ni muislamu au awe kafir, lakini dhimmiya, kafir dhimmi, ambao wana taratibu zao na hukumu zao kwetu sisi Waislamu. Dhimmi ambaye anaishi katika daula ya Kiislamu
na anayafanya yale anayotakikana ayafanye kwa Waislamu. Miongoni mwa hayo kwamba anaishi anaitakidi ardhi ya Waislamu. Miongoni mwa hayo kwamba anatoa jizya kuwapa Waislamu kwa makubaliano, utatoa kiasi fulani kila muda fulani. Hata yu'tu aljizya ta'ayyadin wa hum saghirun. Kafir dhimmi. Huyu ambaye anatekeleza yale anayotakiwa ayafanye, Uislamu umeharamisha damu yake. Asiudhiwe, asibugudhiwe, asiuawe. Kafir ni kafir ndio. Dhimmi. Sisi tuna dhima juu ya himaya yake. Na huu ni katika uzuri wa Uislamu. Umeona vizuri hapo? Awe ni muslima au awe ni dhimmia. Kwa wao mahanabila haramu. Haramu kukaa kunini kupasua tumbo lake, kumchana. Lima fihi min hasi hurmatin mutayakana. Hoja yao ni hiyo. Kwa nini huyu maiti kashakufa lakini mtoto huyu kwa mujibu wa madaktari wanasema yuko hai? Kwa tumpasue, tutoe, tumuokole huyu mtoto? Wanasema hapana. Awe maiti huyo ni Muislamu au ni dhimmi? Kwa nini Hanabila? Kwa nini mna kauli hii? Wanasema lima fihi min hati hurmatin mutayakana liibqai hayatin mauhuma. Kwa sababu ya yale yaliyomo ndani yake, min hati hurmatin mutayakana, katika kuharibu heshima, heshima na hadhi na nafasi aliyokuwa nayo huyu, mutayakana, ambayo ina yakini, tuna yakini kwamba huyu ni Muslim, ana heshima yake, yuko hai, yuko mfu, ana heshima yake. Heshima yake si jambo la kudhania. Kwa hatuwezi kuivunja heshima iliyokuwa imejengeka katika msingi wa yakini, liibqai hayati mauhuma, kwa lengo la kubakisha uhai unaodhaniwa, twadhani yuko hai. Sana kwamba anasema yakini haivunji kwa mashaka. Huyu anaweza akatolewa akawa iko hai, pia anaweza akatolewa iko mfu. لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش. وسباب مرنينجي الغالب. الغالب مناك مرنينجي كثيرا. حتى الصهيل أسمى أغلب. لكن بعد يراسه ونهاريه. أغلب لمرنينجي. سيو مرشاش. من هنا أنا أسمى أغلب أكيد سيدي مرشاش. سيو كويل. Aghlab, huyu bwana ni aghlab kuja hapa. Anakusudia huyu sio mara nyingi, nadra. Sema nadra. Hata kiarabu nadra maana yake hiyo hiyo, mara chache. Yanduru nadra. Wa dhahira la'anna al-ghaliba, kwa sababu mara nyingi. Wa dhahir, na lile ambalo liko wazi lenye kuonekana. Anna al-walada la ya'ish, ni kwamba mtoto aliyefariki mama yake mara nyingi huwa habaki hai na yeye hutokea. Wahtaja Ahmad ala dhalika fi lati Abi Daud, na akalijengea hoja hilo al-Imam Ahmad ambaye ni Sheikh al-Hanabila. Wahtaja Ahmad ala dhalika, na akalijengea hoja Imam Ahmad hilo fi riwayati Abi Daud, kwa katika riwaya ya Abu Daud ambaye manafunzu Ahmad, bima rawat Aisha, kwa yale aliyopokea mama Aisha. Yapi hayo? Inna kasra azma almayti mithlu kasrihi hayya, kuvunja mfupa wa mayit ni sawa na kuvunja mfupa waliyekuwa hai. Hiyo ndio hoja yao. Kwa kupasua tumbo la mwanamama huyo aliyefariki mwenye ujauzito ni sawa na kupasua tumbo la aliyekuwa hai. Wakakasa kauli kwa mujibu wa riwaya hiyo. Kultu, nimesema mimi na msamajina ala allama al-albani rahimahullah, thumma dhakara al-hadith, kisha kaitaja hadith wa hadith ya mama Aisha, wa nasu Abi Daud, na nasi ya Abu Daud, yani kwa nasi yake Abu Daud,
في المسائل كالتمسائل ياتي يا إمام أحمد وكراسة من مجنة 50. أنا سمع سمعت أحمد نلمسكي يا أحمد أبن شخواكي أبو داود منفوز والإمام أحمد سمعت أحمد نلمسكي يا الإمام أحمد سئل عن المرأة تموت أتوليز وكهسيانا حكمه يا من أمكال يفريكي والولد يتحرك يتحرك سوى سوى يتحرك والولد يتحرك في بطنها الحال انتوت أنا شذا شذا سموني ماما ياكي أيشك عنها جي أفصليوي أتوليوه يمتوت وكتوك قبامه يو صالح لو أموليز وراني أحمد رحمه الله قال لا أتسمى الإمام أحمد هبانا أتفصليوي من أمامه يو كسر عظم الميت ككسره حيا أكجنغ هوجنا هي حديث كوبون جمكوبا وميت نساونا كوبون جمكوبا هو وقالي حي يعني في الإسم وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا أكالفني تعليقه أكالوكي تعليقي هنيو أمبال وملتما أحمد بن أمبال ما يسمون مع نابلة السيد محمد رشيد رضا فقال أكسما والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين. محمد رشيد رضا أكفني تعليق من رهايا أكي وأنا مفني نقدي الإمام أحمد كالتمسألة هيا ناكي وفني نقدي ما حنابلة كالتمذهب ياو في مسألة هيا أنا سمع والاستدلال به ناكي نغهود يكف في حديثه يا ماما عائشة كسر عظم الميت ككسره حيا على ترك الجنين الحي يوياكم واشم توتو عليك وحاي في بطن أمه يموت مطلقا كتكتم لما معاك آفة ويجنغهوجة في حديثه فيه غرابة دنياك هي استدلال وليتني هوا كنا غرابة يعني كنا نكارة جنب مالو حالي كباليكي حالي وزكاني جامو لما استعجابو كبتا من وجهين فوجه ميلي فموجب ومتسام ميلي أحدهما موجه ومتسام هيو أن شق البطن نكوانبا شق البطن كلبسوا تومبو ليس فيه كسر عظم للميت دانياك حاكونا كوبونجا مفوفا وميت تفيل تفوت حديث نسمى كوفونجا مفوفا وميت سيسا كوفونجا مفوفا تمراروا تكفسوا تمو أكيد يكونجا مفوفا وجهه وقوانزا هو كويو استدلالينو كان قام أنا وانبيا محنابلا هوجا مليو إجانا كويو حديث في غير موضعه حيكو مهلاك حديث نسمى كوفونجا سيسا تفسوا kupasua si kuvunja kwenye tumbo hakuna mfupa dhahir maneno yake hayo wa thanihima lam tazama wapini katika kujibu istidlali hii ya hanabila anna aljanina idha kana tamma alkhalqi kwamba yule mtoto aliyepo tumboni idha kana tamma alkhalqi akiwa amekamilika kiumbile umbile lake liko kamili kakamilika tumboni kwa mama yake wa ukhrija min batni ummihi bi shaqqihi akatolewa huyo mtoto kutoka katika tumbo la mama yake bi shaqqihi kwa kulipasua lile tumbo fa innahu qad yaishu hakika qad yaishu huenda akaishi huyo mtoto qad yaishu
imeingia qad katika fi'lu mudhari'. Kufidisha nini? التقليل. التقليل مطلقة أو التكثير غالبا أو مرة شاج لكن مرة نيجي قد كمضارع تفديش التقليل وقد يفيد التكثير. مفانو التقليل تو مفانو قد كن مضارع يفديش تقليل. هات مثالا ها مسألة نحو هات مثالا. نعم قد ينجح الكسلان هويند أكفاول مذيب مناك مرانينجي وذيب هفالي لكن هويند وكفاول وذيب. أحسنت. فنمجين قد يتصدق البخيل هويند مرا موجة موجة متبخيل نايا كتوى صداقة أكفونجا وكيميا نمجينه ومينجي نمفانو التقليل تكثير قد يتصدق الكريم. أحسن. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوان هلم إلينا. قد يعلم الله قد يمنجي فالله فتصدق نفريش تقليل علم يا الله سيو شاشي فلنفريش تكثير. طيب انا سامع فانه قد يعيش هي فيش تقليل هو عند عايش متوكيه مره ثلاثه عايش الى مره nyingi كما وقع مرارا كما ambavyo hilo limetokea mara nyingi فهنا يتعارض انقاذه وحفظ حياته مع حفظ كرامه امه بناء على ان شق البطن ككسر العظم. فها هنا حبست يتعارض انقاذه هجونغانا اسمامه هجونغانا انقاذه كموكوه يمتوتو وحفظ حياته نكو حفاظ وحيواك نكو تشونغ وحيواك هيني لغونغانا نين مع حفظ كرامة أمه لغونغانا نكو تشونغ وكريم ومانا أتكوفو هشيمة هذه يا ماما ياك يا مي هنفوفا نالي يكوفا هذه ياك نساونا هذه يالي يكوها هاي تتحافا كنا ماما ماوين إما تموكوه يمسوتنا تحفاذي وهاي واكي أو تحفاذي أوتنا وكريمنا هشيمة يا ماما ياك يا نقنقانا ماوين بناء على أن شق البطن وكل جنجة إلو قد تأولين تنجي أسماعه أن شق البطن كفصوة للتنبو ككسر العظم نسوى نفوب جنفوطة كما ولبسم محنا بلا سساس وطنقل زليفي هابا سنقوم بنا سنهيبو رشيد رضا توقوه أحاي ومتوتو أو تؤاتش أحاي واك وفتي آفي ككتنبو لمماك وكو شنغ هشيما يمره مماك لِبِي تُلْتَنْغُلِيزِ هَفَا أَيُّهُمَا أَوْلَى كنا تعاوض يا أبو كنا مقنقانو أنا أوليز هفر رشيد رضا ولا شك أن الأول أرجح أنا وبينغ مع نابل الإمام أحمد ولا شك ولا هكنا شاك أن الأول أرجح وملكوانزا لننقب زيد لِبِي لكم توامتوتو تنبوني مماتو tumboni mwa mama yake tumtoe mtoto tuchunge na tuhifadhi uhai wake ala anna shaqqa al-batn bi mithli hadha as-sabab juu ya kwamba kupasua tumbo bi mithli hadha as-sabab kwa sababu kama hii la yu'addu ihanatan lil-mayyit حاله صديقه لوني قوامبا نكم ذليل مايتي سو ذليل شاجي
كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم كما ambavyo hili liko wazi la fahamika katika urfu na tamaduni za watu wote. Mwana mama mjamzito akafariki, mtoto yuko hai, apasuliwa akatolewa mtoto wake, hili la fahamika. Fasawabu, hivyo usawa katika haya, qawlu man yujibu shaqqa al-batni wa ikhrajahu, ni ile kauli ya waliowajibisha kupasuliwa tumbo na kutolewa huyo mtoto. Idha rajaha tabibu hayatahu baada khurujihi, lakini kwa sharti. Idha rajaha tabibu hayatahu, ni pale tabibu anayehusika na mambo hayo atakapotupa kauli yenye nguvu kwamba huyu atakuwa hai baada khurujihi, baada ya kutoka kwake kwenye hili tumbo ataendelea kuwa hai, huyu ataishi, huyu ana uwezo wa kusurvive. Huyu tabibu katwambia anayehusika na masala hayo, waqad saraha bihadha ba'dhum, na baadhi yao haoma tabibu wameyazungumza haya kwa uwazi kabisa kwamba yawezekana mtoto akaishi baada ya kufa kwa mama yake. Bali wakasema baadhi wa hakiki kwamba hili la kupasua tumbo maiti sio yeye tu, tumbo anapasuliwa mwingine yuko hai. Kuna baa gani? Yuko hai, alikuwa hai si ana heshima Kiislamu? Kwa hiyo maiti naye anapewa heshima ya aliyekuwa hai. Huyo aliyekuwa hai pia baada ya wakati hupasuliwa tumbo, amezaa kwa operation yule kafa, haja kufa hai. Kwa kama ilifaa kupasuliwa tumbo alikuwa hai akatolewa mtoto, yafaa kutolewa mtoto na kupasuliwa tumbo akiwa amekufa mama yake. Tupo hapo. Bali mfupa kadhalika, hakuna mtu anakatwa mguu yuko hai anakatwa mguu simkati, simkati Muislamu huyo ana huruma. Waoza mguu huu, waoza ana kisukari huyu, mguu umetoa kidonda, sumu imefika hapa, tuwahi kabla hujapanda juu. Msimkati, huyu ni Muislamu, ana huruma. Ndio ana huruma, lakini anakatwa yuko hai. Sisemi kwamba hili yapelekea kuvunja mifupa yaliyokufa, kwa kuwa hata ukivunja wataka nini? Huyu aliyekuwa hai tuokoa mguu wake na maisha yake. Huyo ni Muhammad Rashid Ridha, maneno yake mazuri rahimahullah. Waqala fi manari sabil, na anasema katika manari sabil, jilid la kwanza sahifa ya 178. Kwa hiyo amesema haya katika sehemu nyingine. Wa in kharaja ba'dahu hayyan shukka lil baqi litayaqquni hayatihi. Na kama watatoka baadhi yake, ima na watoto wawili mfano, shukka wa in kharaja ba'dahu hayyan shukka lil baqi, na kama watatoka baadhi yao wako hai, shukka lil baqi litayaqquni hayatihi ba'da an kanat mutawahhama, litapasuliwa kwa ajili ya vilivyobakia. Litayaqquni hayatihi, kwa kuwa na yaqini juu ya uhai wake. Baada an kanat mutawahama, baada ya kuwa uhai wake ulikuwa ukidhaniwa. Wa in kharaja ba'dahu hayyan, kalamu mushkil, ba'd madha? Ba'd bilivyotomboni tifl. Wa in kharaja ba'dahu hayyan shukka lil baqi, lil baqi ma huwa al baqi? Bilivyotomboni litayaqquni hayatihi ba'da an kanat mutawahhama,
طيب تولت صمك وظاهر ياك لكن بعده المشكل وإن خرج بعضه حيا خرج بعضه حيا بكتوك بعد ياك في كهاي من ذوك تنبوني لتفصلي وهي لتنبق في لذبكية لتيقن حياته وكوانا ويقين جوية وحيواك ذوك البطليوة بعد أكوة في لكوة بكدانيوة كما في كهاي قلت نمسما وما اختاره السيد رحمه الله تعالى هو الأصح نهاية ليشقوا السيد كتكوسا نهيل هذا كذلك قلت له السيد وإطلاق أمسما الشيخ رسلان حفظه الله إطلاق السيد عليه وعلى غيره لا يجوز فالسيد الله يدو اعتقاد أهل السنة كما السيد ني الله حسين فكون معرف وألف نلام السيد إكيد السيد معرف بالألف واللام على في كون مطلق كما هذي السيد هيتوس إسبقوا السيد هذا هو ما ناكن الله السيد الله كما يلفقوا جاك الحديث كون غلاوان قسما السيد محمد رشيد رضا لكن السيد كذا مطلق وما اختاره السيد رحمه الله تعالى هو الأصح لدى والله أعلم أمنون الشيخ رحمه الله يفاهل وكويك قرينة يمنين رحمه الله تعالى قم هو من أدام سيه الله الله حسكيوي رحمة وكو رحمة تتكواك هو إلا هيلو لكن بعد شغير رسلان نكون أقوام بسي ساوى قلت أنه السيد كإطلاق وما اختاره السيد رحمه الله وما اختاره السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى هو الأصح شيخ أمام رحام محمد رشيد رضا فموجة قام بالكوان بعد يمي خالفة لكن لكم تاجة فقسم رحمه الله تعالى نبادة بجانا يقول مبتدع وامتكي رحمة مبتدع لكن شيخ قسم رحمه الله تعالى كنا منين لم يوانا جزكاتي التباذية مجروب أكيوليزا شيخ ربيع يقول امتكي رحمة أمتي وليقوب قد تبدع شيخ ربيع كان قام بقوام يقبالي امتكي رحمة أمتي لكن سيو كلا متو بدعة سيكون بدعة مكفرة ونا بدعة مفسقة بدعة تكون سيو كنيو كفيري ما بدعة تكون سيو كنيو كفاس يعني فاسق كوي هامبي من بدعة مكفرة كما ناني ابن عربي أن يسمى نتوكيونا بيلا نتوياكو كبتا مظاهر الله يكون دانياكي إتكاليا وحدة الوجود هي يمتو كنيو كفيري كفيري من يكون تكيدي إتكاليا وحدة الوجود كما في لكن حلاجنا لجنيه كويس سما سما ابن عربي كتل الفتوحات المكية رحمه الله أو سما ابن سينا رحمه الله على سما وما اختاره السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى هو الأصح نيل جنب صحيح عند الشافعية وما شافعي نعم عندنا كما قال النووي كما لبصرنا الإمام النووي كتال المجموع وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء ما كي يجبزه له كتقول أبو حنيفة نوين جوان وزون وفقه كون جامب أمال محنة في المشافع ونغانا وهو مذهب ابن حزم نفيا لو مذهب ابن حزم فقط ظاهرية في ابن حزم ونغانا كتكهيل وهو الحق إن شاء الله تعالى نهين وقولي حق إن شاء الله تعالى كما ما مام جمزيتو كفريكي انتوتو يكوهاي وفسوة تنبولاكي تنكون لكي يومنا ما حنابلا مع الإمام أحمد رحمة الله عليه نتنو تقول يا عذر التمس لهم الأعذار توفى عذر خوفوا يفهم بزور حديث hadithi imesema kuvunja mfupa haikusema kupasua tumbo
كما لبسيما محمد رشيد رضا فوطى عذر إن بكية مسألة من جيني هفا نعم مسألة ماما يكو هاي كبيبا وجوزيتو أنا أمبي ولا دكتاري هو جوزيتو هو waweza ukasababisha kifo chako sasa kitaalamu washauriwa atolewe au utolewe huu ujauzito utolewe huu ujauzito ili unusurike wanasemaje wanaozoni katika hili wako waliosema kwamba kama ujauzito wake aliokuwa nao haujafikilia kile kilichopo katika fuko lake kupulizwa roho basi yafaa kutoa ujauzito huo ili asije akapata taabu au akaja ikasababisha kifo mbeleni huko wako waliosema hayo kwa sharti hili kwa maana wanakusudia kwamba kama ameshapulizwa roho yule mtoto na upulizwa roho akiwa ana miezi mingapi tumboni miezi minne na inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa 40 za kwanza ni tone la manii 40 za la pili pande la damu 40 ya tatu pande la nyama mboa pande la nyama pande la nyama na ambalo tayari limeshafunikwa limekiwekewa mifupa kiumbe alafu baada ya hapo thumma yursalu ilayhi malak kisha hutumiwa malaika anampulizia roho kwa kama ameshapulizwa roho wakasema haifai kuitoa hiyo mimba hii ni kauli na kauli nyingine ambayo ameirajihisha Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah katika kitabu gani sharh yake akisharehesha al-40 an-nawawiyah kwenye hii hadithi niliyosoma hapa kama sisahau hadithi Abdullah bin Mas'ud ndio lifadha 40 an-nawawiyah zamani na sijafanya murajaa ابن مسعود ايه اقسم هايفاي كيتوا ميمبا اتاكاما يكو kwenye mwezi wake mmoja حرام kwenye hivi akaleta dalili pale za aya za Qur'an na akataja maelezo mazuri rahimahullah ta'ala kwa sema wajua busha huyu amesema maelezo mazuri siwezi kukumbuka yote lakini anayetaka haya arejee kwenye kitabu Sharh 40 Nawawiyah na kauli yake ni kauli nzuri kauli yenye nguvu wewe ukielewa hilo usitoe mimba ya mkeo kwamba eti mtoto ananyonya wewe umebeba mimba nyingine umejiachia tu sitoe bwana mimba hii mtoto ananyonya utakuja kumtemenda huyo mtoto haitolewi na tumewauliza madaktari masala ya kubemenda wakasema hayapo hawayajui kisayansi ni maneno ya mtaani mama mjamzito abaki na ujauzito wake mtoto aliyemnyonyesha aendelee kumnyonyesha na wala haathiriki chochote wanasema hivi itokee tu kwamba ameshajifungua sasa na kile kingine bado ni kichanga anahofia kwamba huyu hayamtoshi maziwa mgeni basi aweza akamwachisha yule kaka kumwachia mdogo wake mirona vizuri wame nasema hayo madaktari hakuna mambo kubemenda ana mimba ananyosha si mimba nyingine tayeb
أنسان رحمه الله ويستفاد من الحديث السابق شيئان na hupatikana faida katika hii hadith faida ya mambo mawili al-awwal jambo la kwanza ambalo ni faida tumeipata katika hii hadith hadithi gani hadithi ya Aisha ndio hiyo inasema kuvunja mfupa wa mayit mu'min ni sawa na kuvunja mfupa wa mu'min aliyokuwa hai al-awwal jambo la kwanza ambalo ni faida tumeipata katika hii hadith hurmatu nabshi kabri muslimi uharamu wa kulifukua kaburi la muislamu lima fihi min taaridhi idhamihi lilkasri kwa yale yaliyoko ndani yake ufukuaji huo min taaridhi idhamihi lilkasri kuisababishia mifupa yake kuja kuvunjwa ilifukua kaburi la Muislam basi kana kwamba umeistahilisha njia ikawa sahali mtu akaja akaivunja ile mifupa kwa nini wewe umeitoa ardhini walidhalika kana baadhi ya salafi na kwa ajili ya hilo walikuwa baadhi ya wema waliotangulia au mmoja wa wema waliotangulia yataharaju min an yuhfara lahu fi maqbaratin يكثر الدفن فيها يتحرج أكيهسي ببايا من أن يحفر له وما يكتكي أن يكفى أشنبيه سبوري في مقبرة كتكأني ولا مقبوري أمبالو يكثر الدفن فيها كثيرش واتفوزي كان همو بالي يا سلف فوزيك وكني مقبوري أمبالو watu wamezikana sana walikuwa hawaoni kwamba jambo hilo ni jema kwa nini sababu wewe ukachimba sehemu ukapatikana mifupa ya maiti kwa hawakuwa wakipendelea kubananishwa na makaburi yao sehemu ambayo kwamba makaburi yamekithiri qala al-imam ash-shafi'i أنا سمع الإمام الشافعي رحمه الله في الأم كتب كتاب شافع الأم جل دي وفانزة صحيفة من ينبينا ربنا تان أنا سمع لي الإمام أنا سمع أخبرنا مالك أنا تخبرش مالك ابن أنت شيخ راكي عن هشام عن عروة ابن عروة ابن الزبير عن أبيه كتوك كبابياك الزبير قال مثيما ما أحب أن أدفن بالبقيع سيبيني ممي نزيك ويكت مكبوري بقيعي مكبوري بقيع بقيع الغرقد قال مدينة لأن أدفن في غيره أحب إلي لأن أدفن في غيره أحب إلي ميمي كوزيك ومهلا كونجيني فصفك وبقيعي هلو لفلز زيد كوانغو كلكو كوزيك وبقيعي إنما هو أحد رجلين حكيكا تكوزفناه وتكوى نموجر وتووين جرانيانغو إما ظالم إما أويكم تظليم فلا أحب أن أكون في جواره بس ميمي سيفندي نيوانا وجيراني ناي وإما صالح وإما جيراني أمغو أولا نمتميما فلا أحب أن ينبش في عظامه بس ميمي سيفندي إفكوليو مفطياكي قال أثما وإن أخرجت عظام ميت نكاما يتتليو مفطيا ليكوفا أحببت أن تعاد فتدفن ميمي نفند وردية كل ذيكة مكفقوة سهيم قادرية كل ذيكة ميتين مكفوتة كما كان من فوبا بس إرودشيني من فوبا مهلا باكي إرودشيني من فوبا هي مهلا باكي
kwa maana jambo si rahisi, jambo ni kubwa, ni dhima, si kama wanapodhani baadhi ya watu. Mtu mfupa pale kisa na maiti wake, chimba pale ifukie hapo, kwani huyu ana haki zaidi kuliko huyu? Hawa ndio masalaf walikuwa wakisema haya. وقال النووي نعم سمع الامام النووي فسأل المجموع ما مختصره يلي امايو افوبيشو واكي هايو منينو ياكي امام النووي افوبيشو واكي نهذي ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الاصحاب نوال هيفايك لفكوى كبوري لغير سبب شرعي وسباب يسيقوا يكشريعة لاتفاق الأصحاب ومقبليان يوان وزوني أصحاب أتوقصدها الشوافع مشافي وطس ومقبليان فما هيفايك لفكوى كبوري وجامب يسيقوا يكشريعة يكو مامب يكشريعة فلفكوى كبوري مفانو مفانو سوى مفان وسباب يكي شريعة سيستره سوى كلفقوة كبوري أمن زيك ومسكتيني كذيك وابن مسجد في المسجد تلقوا زمد جاهلية هتجوي تلقى خباليانا كما هو شيخ وكنيجي ها شيخ وكنيجي ويو أفير شماك بيبي تمزيك بلا مسكت tukakosea hatukua tukifahamu tukamzika msikitini ikatokea tumefahamu kwamba alo tumelifanya jambo la haramu kwa sababu ya sharia hii kwa kukua lile kaburi tumemkuta kama alivyo tumchukua tumpeleka kwenye makaburi mengine tumekuta mifupa yake tutachukua mifupa yake kwa hizo tukwenda kuiweka kwenye makaburi kuzika hii ni sababu ya sharia wa yajuzu bil asbab shar'iyya na inafaa kulifanya hilo kwa sababu za kisharia kanahwi ma sabab fil mas'ala tisa baada al mi'a kama ilivyotangulia katika mas'ala ya 109 wa mukhtasaruhu na ufupisho wa maneno hayo kwenye mas'ala ya 109 kwenye majmuu annahu yajuzu nabshu al qabri idha baliya al mayt wa sara turaba yafaa نبش القبر كلفكوا كبوري إذا بلي الميت فلأ تقففوا ميت أمشكا وصار ترابا نعمجوك كوا ننشانزا أمشكا أمسامبراتيكا تكفكوا هاتوني كيت ننشانزا تمازو مشو أكونا مفوطة أكونا كات من يحيي العظام وهي رميم مفوطة يمساجيكا ساجيكا يمكوا ننشانزا يفا كلفكوا هيلو كبوري وحينئذ نوقته يجوز دفن غيره فيه يفاكم زكا مينجيني كتكبره له ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها ما يتفا كويميما أرضه وبناؤها ما في جنجيا فجنجا هكونا كتو تشين فجنجا وسائر وجوه الانتفاع na mambo mengine ambayo kwamba yana manufaa watasarufu فيها باتفاق الاصحاب na inafaa kutasarufu na kuitumia ardhi hiyo باتفاق الاصحاب kwa makubaliano ya ashab wanawazuoni yani washawafi wa kishafi wa hadha kulluhu idha lam yabqa lilmayt athar na yote haya ni pale tu itakapokuwa maiti huyo hajabakisha athari yoyote min adhmin kama vile mfupa wa ghairihi na mfano wake na kisicho kuwa mfupa hakuna kuvu hakuna mfupa hakuna kazi wayakhtalifu dhalika bil ikhtilaf wayakhtalifu dhalika bi ikhtilaf al bilad wal ard na hilo hutofautiana kwa kutofautiana kwa miji na ardhi kuna ardhi na ardhi kuna miji na miji ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها نما تجمعه جو يهيلي
watu wategemee kauli za wenye utaalamu wao wa mambo hayo, yani wazingatiwe wataalamu. Kila jambo lazima usikilize wataalamu, mpaka sheria ya dini yataka hivyo, sheria ya dini ya Kiislamu yataka hivyo. Wasisikilize tu kila mtu anasema anazungumza tu, wewe nani uzungumzie mambo ya wizara ya afya? Ah, hii corona hii bwana, ah ah, pia nene tu mikono. Qadar wewe wa min qadar, wasikilizwe wenye khibra na mambo yao, ahlu shani wanaitwa, ahlu shani. Kwa hiyo mtu anajua hadithi anategemewa katika maelezo yake juu ya hadithi, anajua fiqhi hakuisoma hadithi asizungumzie hadithi, sababu ambaye atazungumzia yasiyomhusu ataleta maajabu, ata bila ajaib atakuja na mambo ya ajabu. Kama baadhi yao wanamzungumzia Ibn Hazmi kwamba anasema hajawahi kuhiji, hajawahi kuhiji Ibn Hazmi. Kwa alipokuwa akizungumzia tawafu, tawafu au Safa na Marwa, akazidisha mara, badala ya saba akasema labda 14, akasema 20 ngapi, mfano Allahu a'lam, sikumbuki vizuri. Wakachukuliwa udhu kwamba hajawahi kuhiji huyu Ibn Hazm, huyu hayafahamu mambo haya, pia udhu. Mmoja akasema, imamu kumbukumbu yangu alama ya haduruni Ibn Hazm.